محتل رح يضل، مش رح يضل بأرضنا. هاي أرضنا، 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 رح نحررها بإذن الله، مش رح يضل فيها أبدا، رح نحررها اليوم، 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 ومش بكرة، رح نحررها اليوم بإذن الله، مش رح يضل فيها أبدا، أبدا، أبدا. أجهد مولنا بيتنا لأنه بابا عمل عملية حامش البطولية، هم بدهم إيانا نبكي بس إحنا مش رح نبكي أبدا ولا رح نهتم، عشان هم بيدوا مدار إحنا بنبني مية، بس المهم بابا يرجع لنا سالم بإذن الله، وإن شاء الله الفرج قريب يا بابا، رح تطلع، رح تطلع، مش رح تضل، لأنه السجن ولا عمره سكر أحد، رح تطلع. بدهم إيانا نروح للأرض وهم يحتلوها، بدهم إيانا نبكي، نبكي، نضل نبكي طول حياتنا وهم ما يبكوا ولا إيش، بس إحنا مش رح نبكي، رح نحرر فلسطين، رح نقهرهم بإذن الله، مش رح يضلوا بأرضنا، رح نحررهم، مش رح يضلها مستوطن ولا إسرائيل ولا يهودي ببلادنا، مش رح نحرر فلسطين بإذن الله، مش رح يضلوا.